أهلا بكم في مرايا، أضخم وأعظم اكتتاب خاص في الشركات عالميا، تم اعتماد وتحديد مواعيده، أعني الاكتتاب الكبير في أرامكو عملاق النفط العالمي، كل الاكتتاب في السوق السعودية طبعا. كل هالضجة ترى على حوالي 2% فقط من أسهم الشركة، تخيلوا، هي درة التاج السعودي وقصة كبرى تلتحم ببداية تأسيس المملكة العربية السعودية، فقصتها من قصة نشأة الشكل الحديث للمملكة العربية السعودية. طبعا السعودية عمرها أقدم من ذلك، أكثر من 300 عام. الملك المؤسس عبد العزيز دشن مشروعه الوحدوي السياسي الكبير منذ فجر أيام العيد، عيد الفطر في أيام العيد يعني بعد العيد في عام 1902 مطلع القرن الماضي، ولم يدخل البترول في موارد الدولة إلا في عام 1937، نحكي عن 35 عام الدولة عايشة من دون بترول. عند تدفق النفط من البئر رقم 7 التاريخي الذي لقب ببئر الخير لاحقا، العقود اللي سبقت خروج النفط في السعودية كانت الدولة فيها قوية وقائمة، والاقتصاد على بساطته موجود ونشط، والأمور على تقشفها ماشية، والإجماع موجود في النفوس الطيبة. قصة بداية أرامكو السعودية عام 1933، طبعا قصة التنقيب عن البترول يمكن أقدم من ذلك، عندما أبرمت اتفاقية الامتياز بين السعودية وشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا سوكال حينها. وقع من الجانب السعودي الوزير الشهير الشيخ عبد الله سليمان وزير المالية، من الجانب السعودي المستر لويلد هاملتون من قبل الشركة. تم إنشاء شركة تابعة لها سميت كاليفورنيا أرابيان ستاندرد أويل كامباني كاسوك لإدارة هذه الاتفاقية. في عام 1973 اشترت الحكومة السعودية حصة قدرها 25% في من أرامكو. بالعام اللي بعده زادت هذه الحصة لتصل إلى 60%. عام 1980 امتلكت الحكومة السعودية شركة أرامكو بأكملها لتنشأ بعد 8 أعوام شركة الزيت العربية السعودية أرامكو رسميا. قصة أرامكو ليست قصة استخراج بترول وبس، لا، هي قصة اجتماعية ثقافية سياسية إعلامية كبرى في البلد. أول تلفزيون في الخليج كان تلفزيون أرامكو. قصة أرامكو لم تكتب بعد أو تنتج فنيا، ويا ما قيل فيها وحولها وعنها، وبأثر منها أشعار وحكم وسردت حكايات وقصص لكل السعوديين من أقصى جنوب عسير وتهامة إلى أقصى حماد عرعر والقريات، ومن ساحل القطيف والعقير ونخيل الأحساء إلى فرضة جدة وينبع مرورا بمكة والمدينة ونجد. أرامكو عملاق العمالقة في العالم في صناعة الطاقة، وهي تقول عن نفسها شركة أرامكو في صفحتها الرسمية، تعرف نفسها بالتالي، تقول: أرامكو السعودية شركة رائدة في مجال إنتاج الطاقة والكيميائيات، تسهم في دعم التجارة العالمية وتحسين الحياة اليومية لملايين البشر حول العالم. 11 ديسمبر المقبل هو التاريخ المنتظر لبدء تداول أسهم عملاقة النفط أرامكو في السوق السعودية، تداول بحسب ما أفادته مصادر عربية. ووسط كثرة التكهنات التي دارت حول النسبة النهائية التي ستطرح في الاكتتاب العام الأولي، أفادت مصادر لوكالة رويترز أن الحكومة تتطلع لطرح 2% من أرامكو أمام المساهمين من الأفراد والمؤسسات. كما قالت 3 مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن الحكومة السعودية ستخضع لقيد مدته سنة على بيع أسهم إضافية من شركة أرامكو بعد الطرح العام الأولي. هذا ومن المنتظر صدور نشرة الإصدار في 9 نوفمبر بحسب ما أعلنته أرامكو، فيما أوضحت مصادر رويترز أن الشركة ستعلن النطاق السعري في 17 نوفمبر، على أن تبدأ العروض الترويجية في 18 من الشهر ذاته. ومن المتوقع أن تنتهي فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في 26 نوفمبر، على أن تنتهي فترة اكتتاب المؤسسات في 4 ديسمبر، ليكون التسعير النهائي في 5 ديسمبر. ملحمة الزيت في السعودية هي قصة كبرى من قصص الوجود السعودي نفسه، وفصل هام من فصول الفتوحات الكبرى في الجانب الاقتصادي والتنموي للمؤسس العظيم عبد العزيز.
بالمناسبة أرشيف أرامكو من الصور والأفلام قصة ثانية يعني عن تاريخ السعودية والمنطقة بشكل عام. على كل حال نحن نتحدث عن قيمة كبرى لهذا الكيان أرامكو، وقيمة مش مزحة يعني. تمتلك أرامكو السعودية نقاط قوة استثنائية تجعل منها الشركة الأولى عالمياً من حيث التنافسية في مجال النفط، فأرامكو تتمتع بإحدى أدنى نسب كثافة الكربون في الصناعة، حيث تبلغ 10 كيلوغرامات و200 جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى كثافة غاز الميثان لدى الشركة التي تبلغ 0.6% فقط، وذلك يمثل أحد أدنى المستويات في هذا القطاع. هذا بالإضافة إلى تحضر الشركة لمستقبل منخفض الكربون من خلال تطوير أنظمة محركات للمركبات أقل انبعاثاً للكربون، بالإضافة إلى تطوير تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه. وتواصل أرامكو السعودية استثماراتها في عمليات المنبع للمحافظة على قدراتها في تلبية احتياجات عملائها من النفط وإبقاء قدرتها الإنتاجية القصوى عند 12.5 مليون برميل يومياً، رغم نسب التراجع الطبيعية في الإنتاج من الحقول الناضجة. إضافة لذلك تتولى أرامكو إدارة احتياطي نفطي يقدر ب 15% من الاحتياط العالمي. تمتلك الشركة مصافي طبعا وناقلات نفط وأنابيب نفط ومراكز أبحاث في السعودية وفي مختلف أرجاء العالم. أرامكو يتبعها أكثر من 10 ملايين برميل من النفط يوميا وحاليا بزيادة كمان مثل ما جاء في التقرير، وهو ما يعادل 3 أضعاف إنتاج أكبر شركة نفطية مدرجة في البورصة في العالم اللي هي إكسون موبيل. يعمل بالشركة حوالي 65,000 موظف وبزيادة. على سبيل المثال يعني هذه بس لمحات عشان نعرف ليش أرامكو خبر عالمي، أهل الخبرة يدركون لماذا خبر اكتتاب أرامكو أيضا خبر عالمي. شركة أرامكو السعودية عملاق الطاقة في الصناعة النفطية جذبت اهتمام جميع المستثمرون العالميون والبيوت الاستشارة الدولية لما تحتويه من احتياطيات عالية مقارنة بمثيلاتها في القطاع النفطي والصناعة النفطية. فبالتالي جميع المستثمرين وبيوت الاستشارة الدولية تتطلع للاستحواذ جزء من هذا الاكتتاب العام، والذي قدر أنه سيكون من 1% إلى 5% على مراحل عن طريق التداول المحلي، وبالتالي المراحل الأخرى راح يكون في بورصات في البورصات الدولية. فجميع المهتمين في القطاع النفطي والصناعة النفطية ينظرون لهذا الاكتتاب بنظرة إيجابية، فالجميع ينتظر النتائج والأرقام وما ستؤول إليه هذه النتائج. البعض من السعوديين يراقب الأمر، خلنا نصير يعني نحكي عن شيء يمس وجدان السعوديين، بمزيج من الفرح والحذر أيضا. فأرامكو هي في عمق أعماق كل سعودي، لكن الثقة بالرؤية والتخطيط والحرص على ثروة البلد لا حدود لها في عهد الحزم والعقل والسفر للمستقبل والرؤية الجريئة لأحلام الغد. أرامكو قطعة فريدة من قبل كل سعودي وفي قلب كل سعودي، واليوم نفرح بها كما يفرح الوالد بنجاح ابنه أو البدوي بوبل السحاب أو البحار برؤية الميناء. في خطاب وجهه الملك المؤسس عبد العزيز إلى شعبه من أهالي مدينة بريدة مشهورة بحسها التجاري من حوالي 90 عام، لما بدأ الحكي عن البترول وما البترول والشركة، يحضهم الملك عبد العزيز يحضهم على الاكتتاب في شركة البترول، وكانت مرحلة مبكرة جدا على الإنجاز. قال عبد العزيز بلهجة مباشرة عفوية التالي: احرصوا على هذا الأمر، لا يفوتكم، تراه ما يحصل لكم فيما بعد، ولا تخلوا المصالح تروحوا لغيركم، بادرونا بالجواب. إلى اللقاء.